السلام عليكم يا شباب، احنا ان شاء الله النهاردة هنتكلم على المحاضرة الثالثة في الجزء بتاع اللينير الجبرا. احنا كنا المحاضرة اللي فاتت بدأنا نتكلم عن حاجة اسمها السبان بتاع السيت اس. بنيجي نقول ان احنا لو عندنا سيت اوف فيكتورز، عندنا سيت اسمها اس، الاس دي فيها مثلا تو فيكتورز زي ما قلنا المرة اللي فاتت، يبقى أي فيكتور نقدر نكتبه كلينير كومباينيشن من الـ V1 والـ V2. طالما الفيكتور قدرت تكتبه إنه كونستانت في V1 زائد كونستانت في V2، يبقى الفيكتور ده بيبقى جوه حاجة اسمها إيه يا جماعة؟ جوه حاجة اسمها السبان بتاع الإس. يبقى زي ما قلنا المرة اللي فاتت إن السبان بتاع الإس عبارة عن إيه؟ بنيجي نقول إن السبان بتاع الإس ده هتبص له إن هو سبيس فيه فيكتورز كتيره، بس اي فيكتور جوه سبان الاس لازم نقدر نكتبه كلينير كومباينيشن من الفيكتورز اللي في الاس. بمعنى مثلا لو انا جيت قلت لك ان احنا عندنا تو فيكتورز، ادي فيكتور في 1 وادي فيكتور في 2، وعندي فيكتور في عباره عن 3 و2 1. لو جيت بصيت للفي ده هتلاقيه هو عباره عن ان مسكت الفي 1 ضربته في 2 وجمعت عليه الفي 2، يبقى الفي 1 قدرت اكتبه كونستانت في 1 زائد كونستانت في 2، يبقى الفي 1 والفي 2، يبقى الفي ده قدرت اكتبه كلينير كومباينيشن من الفي 1 والفي 2، وبالتالي يبقى الفي جوه السبان بتاعهم. يبقى معنى كلمه ان الفيكتور جوه السبان بتاع دول يعني الفيكتور ده اقدر اكتبه كلينير كومباينيشن من دول. طيب بنيجي نقول بقى علشان نعرف اذا كان في فيكتور جوه السبان بتاع الاس ولا لا، المفروض ان انت تعمل ايه؟ ده بالظبط كاني بسالك هل تقدر تكتب الفي كلينير كومباينيشن من الفيكتورز اللي في الاس ولا لا. والله لو قدرت تكتب الفيكتور كلينير كومباينيشن من الفيكتورز اللي في الاس، يبقى الفي ده هيبقى جوه حاجه اسمها سبان الاس. لو ما قدرتش تكتب الفيكتور كلينير كومباينيشن من الفيكتورز اللي في الاس، يبقى الفي ده يا جماعه مش هيبقى جوه ايه السبان بتاع الاس. يعني لو جينا خدنا اول مثال، عندنا الاس دي فيها 3 فيكتورز، ده اسمه في 1 وده اسمه في 2 وده اسمه في 3، وبقول لك هل اليو اللي هو الفيكتور ده جوه السبان بتاع الاس ولا لا. فاحنا هنعمل ايه؟ هنتشيك اذا كان اليو نقدر نكتبه كلينير كومباينيشن من الفيكتورز اللي في الاس اللي هم في 1 وفي 2 وفي 3 ولا لا. يعني انا عايز اكتب اليو ان هو كونستانت في 1 زي كونستانت في 2 زي كونستانت في 3. مساله اللينير كومباينيشن دي احنا حليناها المحاضره اللي فاتت، قلنا عشان نحل مساله اللينير كومباينيشن هنمسك الفيكتور الاولاني ده نحطه الكولوم الاولاني زي ما احنا شايفين، وهنمسك الفيكتور الثاني ده نحطه هو الكولوم الثاني زي ما احنا شايفين، وهنمسك الفيكتور الثالث نحطه هو الكولوم الثالث، والفيكتور يو اللي انا عايز اكتبه كلينير كومباينيشن منهم هحطه في الطرف اليمين او في الرايت هاند سايد، وهحل السيستم ده عشان اجيب السي 1 والسي 2 والسي 3. فانا هضرب الصف ده 1 هصفر تحته، هضرب في ايه؟ في نيجاتيف 2 واجمع، وهضرب في نيجاتيف 3 واجمع، فده هيبقى هو الشكل اللي هنوصل له. بعد كده ده 1 عايز اصفر تحته فهضرب في نيجاتيف 2 واجمع، فده هيبقى الشكل النهائي اللي هنوصل له بعد ما نخلص الرو اوبريشن. انت من هنا هتقدر تجيب السي 3، هتطلع من هنا نيجاتيف سي 3 بزيرو، يبقى السي 3 بزيرو. من المعادله دي هتقول ان سي 2 زائد 4 سي 3 ب5، وانت معاك ان السي 3 بزيرو فهتجيب السي 2 ب5. ومن المعادله دي هتقول سي 1 ناقص 2 سي 3 بنيجاتيف 3، والسي 3 بزيرو يبقى السي 1 بنيجاتيف 3. المهم احنا قدرنا نجيب قيم للسي 1 والسي 2 والسي 3، وبالتالي قدرنا نكتب اليو كلينير كومباينيشن من في 1 وفي 2. وبناء على كده يا جماعه يبقى نقدر نقول ان اليو طالما قدرت تكتبه كلينير كومباينيشن، يبقى اليو ده جوه السبان بتاع مين؟ بتاع الاس. طيب لو انا اديتك مساله تانية بهذا الشكل، المساله دي بس كل الفرق ما بينها وما بين المساله الاولى ان الاس دي مش جواها فيكتورز في ار 3 زي المساله اللي فاتت. لا، الاس دي ست جواها مجموعه منين يا جماعه؟ جواها مجموعه من البولينوميالز، تمام؟ يعني الاس دي جواها شويه اليمنتس اسمها اول اليمنت هو 1، ثاني اليمنت اسمه 1 بلس تي، ثالث اليمنت اسمه 1 بلس 2 تي ماينس تي سكويرد. فدول ثلاثه اليمنتس في 1 وفي 2 وفي ايه وفي 3. وبقول لك هل الفي ده بيبلونج لسبان الاس؟ طيب هنعمل ايه؟ برضو هنحاول نكتب الفي ده كلينير كومباينيشن من الثلاثه دول. يعني عايز اكتبه انه كونستانت في اول اليمنت اللي هو 1
زائد كونستانت في تاني إيليمنت اللي هو 1 زائد تي زائد كونستانت في تالت إيليمنت اللي هو 1 زائد 2 تي ماينس تي سكوير. طيب الفي ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن 3 زائد 2 تي ماينس 2 تي سكوير زي ما إحنا قايلينه. طيب المفروض بقى إن أنت إيه؟ هتقارن المعاملات أو هتكمبير الكوفيشنز. بمعنى إيه يا جماعة؟ بمعنى ان انت هتساوي الكونستانت في الكونستانت. يعني الكونستانت هنا بكام؟ الكونستانت هنا ب3 بيساوي الكونستانت هنا اللي هو سي 1 زائد الكونستانت هنا اللي هو سي 2 زائد الكونستانت اللي هنا اللي هو سي 3. بعد كده هتقارن معاملات التي، معامل التي هنا 2، معامل التي هنا مفيش بزيرو، ومعامل التي هنا ب1 في سي 2 اللي هي سي 2، ومعامل التي هنا 2 سي 3 اللي هي بالمنظر ده. بعد كده هنقارن المعامل بتاع الكوفيشنت بتاع التي سكوير، فبنيجي نقول ان هنا هيبقى عندنا نيجاتيف 2، ادي نيجاتيف 2 هتبقى عباره عن هنا مفيش يعني 0 في سي 1، وهنا مفيش يعني 0 في سي 2، وهنا هيبقى فيه نيجاتيف ايه يا جماعه؟ نيجاتيف سي 3. طبعا احنا نقدر نكتب المعادلات دي في صوره ماتريكس بالمنظر ده، مش لازم بقى نقعد نعمل الخطوات دي، لا على طول برضو انت عايز تكتب البولينوميال دي كلينير كومباينيشن من دول. فهنعمل ايه على طول؟ اول اليمنت هتحطه هو الكولم الاولاني. طب لو انا اديتك الاليمنت في صوره بولينوميال هتحطه هو الكولم الاولاني ازاي؟ هتحط الاول الكونستانت وبعد كده الكوفيشنت بتاع التي وبعد كده الكوفيشنت بتاع التي سكوير. طب الفيكتور الثاني عايز احطه على طول هو الكولم الثاني، يبقى هحط الكونستانت ثم الكوفيشنت بتاع التي اللي هو 1، مفيش تي سكوير يبقى 0، يبقى هيبقى 1 1 0. طيب بعد كده الفيكتور الثالث عايز احطه هو الكولوم الثالث، يبقى احط الكوفيشنتس اللي هو 1 و2 ونيجاتيف 1، يبقى هو ده الفيكتور الايه؟ 3. اللي انا عايز اكتبه كلينير كومباينيشن احطه في الطرف اليمين اللي هو هيبقى 3 و2 ونيجاتيف 2، يبقى ده الفيكتور اللي انا هحطه في الرايت هاند سايد. وهحل السيستم ده تمام؟ علشان اجيب ايه يا جماعه؟ علشان اجيب السي 1 والسي 2 والسي 3. انت لما تحط ده مع الطرف اليمين هيبقى بالمنظر ده، هتلاقي نفسك مش محتاج تعمل اي رو اوبريشن. انت من هنا هتقدر تقول ان نيجاتيف سي 3 بنيجاتيف 2 يبقى السي 3 ب 2. من المعادله دي هتقول ان سي 2 زائد 2 سي 3 ب 2، وانت معاك السي 3 ب 2 هتعرف تجيب من هنا ان السي 2 بنيجاتيف 2. ومن اول معادله خالص سي 1 زائد سي 2 زائد سي 3 ب 3، انت معاك سي 2 بنيجاتيف 2 ومعاك سي 3 ب 2، يبقى من الاثنين دول هتعرف تجيب مين؟ سي 1 ان هو بي 3. المهم انت قدرت تلاقي قيم ليه يا جماعه؟ قدرت تلاقي قيم للسي 1 والسي 2 والسي 3. طالما قدرت تلاقي قيم للسيهات يبقى احنا هنعمل ايه؟ نقدر نكتب الفيكتور كلينير كومباينيشن من في 1 وفي 2 وفي 3. طالما قدرت اكتبه كلينير كومباينيشن يبقى ده معناه ان الفيكتور ده جوه السبان بتاع الاس. يبقى لو انا اديتك يا شباب، لو انا اديتك ايه؟ لو انا اديتك الاس بتاعتك عباره عن مجموعه من البولينوميالز وقلت لك هل ده بيبلونج للسبان دول، يعني هل ده تقدر تكتبه كلينير كومباينيشن من دول، برضه هتحط ده الكولوم الاول وده الكولوم الثاني وده الكولوم الثالث وتحط ده في الرايت هاند سايد. بس الفرق ان لما اديهم لك بولينوميال هتحط الكوفيشنز اللي هو الكونستانت والتي والتي سكوير. طيب في المساله الثالثه انا اديتك ست اسمها اس، بس الاس دي جواها اثنين ماتريسيز كل واحده فيهم ماتريكس 2 في 2، وبقول لك هل الماتريكس دي بتبلونج لسبان الاس؟ يعني هل الماتريكس دي نقدر نكتبها كلينير كومباينيشن من الاس؟ يعني هل الماتريكس دي نقدر نكتبها انها كونستانت في ده زائد كونستانت في ده ولا لا؟ طيب فاحنا هنقول ايه؟ ده عايز اكتبه كونستانت في ده بلس كونستانت في ده، فهنساوي كل اليمنت بالقصاد، ويبقى اول اليمنت هنا اسمه 1، هنا اسمه 2 سي 2، هنا اسمه 2 سي 1، هنا اسمه 3 سي 2. يبقى ده هيدينا اول معادله زي ما احنا شايفين. الاليمنت اللي وراه 0 هيساوي سي 1 زائد 0 في سي 2، يبقى دي ثاني معادله. المعادله اللي هنا 2 بتساوي 0 في سي 1 زائد 2 سي 2، يبقى دي المعادله الثالثه. بعد كده 0 هيساوي سي 1 في 1 زائد سي 2 في 1، دي المعادله الرابعه او الاخيره. هنقدر نكتب المعادلات دي في صوره ماتريكس بالمنظر ده تمام، وبرده زي ما قلت لك نقدر نكتب المنظر ده على طول من غير ما نقعد نعمل الخطوات دي تمام. اقدر اكتب الشكل ده على طول. قلت لك انت عايز تكتب ده كلينير كومباينيشن من الاثنين دول، يبقى اول اليمنت ده يا جماعه، اول اليمنت ده انا عايز احطه ايه؟ اول اليمنت ده انا عايز احطه العمود الاولاني، يبقى احط الاثنين وبعد كده الواحد وبعد كده الزيرو وبعد كده الواحد، يبقى هو ده حطيته الكولوم الاولاني. بعد كده تاني اليمنت هحط الكولوم الثاني، هحط الثلاثه وبعدين الزيرو وبعدين الاثنين وبعدين الواحد، يبقى ده الفيكتور الثاني.
اللي انا عايز اكتبه كلينر كومباينيشن احطه في رايت هاند سايد، يبقى احط الواحد ثم الزيرو ثم الاثنين ثم الزيرو في الرايت هاند سايد. وهحل الايه؟ هحل السيستم ده، يبقى انا حطيت اول اليمنت في الاس وبعدين تاني اليمنت في الاس، واللي انا عايز اشوف اكتبه كلينر كومباينيشن احطه في الرايت هاند سايد. طيب انت عشان تخلي ده واحد ممكن تبدل الرو الاول مع الرو الثاني، فهيبقى الشكل بتاعنا بالمنظر ده. بعد كده ده واحد عايز تصفر تحته، فهتضرب في نيجاتيف 2 وتجمع، وتضرب في نيجاتيف 1 وتجمع، فهتيجي تلاقي ان المنظر النهائي بقى بالشكل ده. من المعادله الاخيره تقدر تقول ان سي 2 ب0، لكن من المعادله اللي فوقيها هتقول ان 2 سي 2 ب2 يبقى السي 2 ب1. طب واحده بتقول لك السي 2 ب0 والثانيه بتقول لك السي 2 ب1، يبقى حصل كونتراديكشن، يعني حصل تعارض ما بين قيم السي 2، يبقى ما فيش سي 2 تحقق كل المعادلات، وبالتالي السيستم ده هيبقى عنده نو سوليوشن. يبقى طالما السيستم ده عنده نو سوليوشن، يبقى انت ما تقدرش تكتب ده كايه؟ كلينير كومباينيشن من الايه؟ الاثنين ماتريسيز اللي كانوا في الاس، يبقى دي مش بتبلونج لايه يا جماعه؟ للسبان بتاع الاس. طيب في المسائل اللي فاتت كلها يا شباب كنا بديك حاجه محدده، ماشي؟ يعني كنت بقول لك ايه؟ كنت بقول لك هل ده، يعني انا بتكلم على الارقام دي، ماشي؟ هل دي بتبلونج لسبان الاس ولا لا؟ فانا كده بكلمك عن ايه؟ عن ارقام محدده. طيب لكن في المساله الرابعه دي هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك هل الاس والاس دي فيها اتنين فيكتورز اهم في واحد وفي اتنين، هل الاس بتسبان الار 2 ولا لا؟ انا هنا بقى مش بتكلم عن فيكتور محدد، ده انا في الحاله دي معناها ان احنا عايزين نحدد اذا كان اي فيكتور في الار 2، يعني اي فيكتور بالمنظر ده عباره عن A و B ينفع نكتبه كلينير كومباينيشن من الفي 1 والفي 2 اللي هم اللي جوه الاس ولا لا؟ يبقى انا في المساله دي لما اقول لك هل الاس بتسبان الار 2 ولا لا، يعني هل اي فيكتور في الار 2 نقدر نكتبه كلينير كومباينيشن من دول ولا لا؟ اي فيكتور في الار 2 يعني اسمه A و B، يبقى احنا هنحاول نكتب الاي والبي دول كلينير كومباينيشن من في 1 وفي 2. عرفنا نكتب اي A و B كلينير كومباينيشن من في 1 وفي 2، يبقى اي A و B هتبقى جوه السبان بتاع الاس. ما عرفناش نكتب اي A و B كلينير كومباينيشن من في 1 وفي 2، يبقى مش اي A و B هتبقى جوه السبان بتاع الاس. طيب يبقى انا دلوقتي هحل مساله لينير كومباينيشن، فهمسك الفيكتور الاولاني احط الكولوم الاولاني، وهمسك الفيكتور الثاني احط الكولوم الثاني، وهحط الفيكتور الجنرال اللي هو الاي والبي اللي هو اي فيكتور في الار 2 في رايت هاند سايد، وعايز احل السيستم. طيب انا لما اجي احل السيستم ده، ده واحد عايز اصفر تحته، فهضرب في نيجاتيف 2 واجمع، لما اضرب في نيجاتيف 2 واجمع هيتحول المنظر بتاعي للمنظر ده. المعادله دي بتقول لك ان 5 سي 2 بتساوي الكلام ده، يبقى انت من هنا تقدر تقسم على 5 وتجيب السي 2 زي ما احنا شايفين. والمعادله اللي فوقيها بتقول لك ان سي 1 ماينس سي 2 بتساوي ايه؟ طيب هتروح تعوض بالسي 2 دي هنا وهتجيب مين؟ السي 1. المهم يا جماعه احنا نلاحظ ايه؟ نلاحظ ان انت حط الاي والبي باي ارقام، ايا كانت ارقام الاي والبي هتعوض بيهم هنا وهتجيب قيمه لسي 2، وهتعوض بيهم هنا وهتجيب قيمه لسي 1. يبقى انت دايما هتقدر ايه يا جماعه؟ دايما هتقدر لاي ارقام للاي والبي هنقدر نلاقي قيم للسي 1 والسي 2. يبقى ده معناه ان اي فيكتور في الار 2 اي اي وبي هتقدر تكتبه كلينير كومباينيشن من الفي 1 والفي 2. يبقى ده معناه ان الاس يا جماعه بتسبان مين؟ بتسبان الار 2 كلها. تمام كده؟ طيب لو جينا اخذنا مساله ثانيه، جيت قلت لك الاس فيها ثلاثه فيكتورز، واحد اسمه في 1 والثاني اسمه في 2 والثالث اسمه في 3، وكل فيكتور فيهم في ثلاثه كومبوننت، وبالتالي يعني فيكتور في الار 3. وبقول لك هل الاس سبانينج سيت للار 3؟ يعني هل اي فيكتور في الار 3 هنقدر نكتبه كلينير كومباينيشن من الثلاثه دول ولا لا؟ تمام؟ يبقى احنا محتاجين ايه؟ نتشيك هل اي فيكتور في ار 3، يعني ايه اي فيكتور في ار 3؟ يعني في ثلاث ارقام اي وبي وسي ان جنرال، هل نقدر نكتبه كلينير كومباينيشن من الثلاثه فيكتورز اللي في الاس ولا لا؟ فدي مساله لينير كومباينيشن. هنمسك الفيكتور الاولاني هنحطه العمود الاولاني، الفيكتور الثاني هنحطه العمود الثاني، الفيكتور الثالث هنحطه العمود الثالث، الفيكتور الجنرال هحطه في الطرف اليمين. واحاول يا جماعه ان انا احل السيستم ده، عشان احل السيستم ده هضرب الرو الاولاني في نيجاتيف 2 واجمع، وهضرب الرو الاولاني في نيجاتيف 3 واجمع، فهيتحول المنظر بتاعي للمنظر ده. بعد كده ده واحد هحاول اصفر تحته، فهضرب ده الصف الثاني في نيجاتيف 2 واجمع الثالث واحط النتيجه في الثالث، فهوصل في النهايه للشكل ده. من الشكل ده يا جماعه من المعادله دي بتقول لي ان نيجاتيف سي 3 بتساوي الكلام ده،
يبقى من هنا هنعرف نجيب السي 3. طيب المعادلة دي بتقول لي إن سي 2 زائد 4 سي 3 بتساوي الكلام ده اللي هي المعادلة دي، وأنا معايا سي 3 هعوض بيها هنا. لما تعوض بالسي 3 هنا يبقى من هنا هتعرف تجيب مين؟ سي 2. ومن المعادلة الأولانية سي 1 ناقص 2 سي 3 بإيه؟ تمام؟ وأنا معايا سي 3 هعوض بيها هنا، يبقى من هنا هعرف أجيب مين؟ سي 1. يبقى زي المسألة اللي فاتت، لو أنت حطيت الـ A والـ B والـ C بأي أرقام هتعوض بيها هنا تجيب سي 3، وهتعوض هنا تجيب سي 2، وهتعوض هنا تجيب سي 1. يبقى ده معناه ان برضو اي فيكتور فيه الار 3، يعني اي فيكتور فيه اي ثلاث ارقام ايا كانوا A وB وC، هنقدر نكتبهم كلينيال كومباينيشن من الثلاثه فيكتورز في 1 وفي 2 وفي 3، وبالتالي الثلاثه فيكتورز دول يا جماعه يبقى بيسبانوا مين؟ الار 3 كلها. طيب تعال ناخد مساله ثانيه. لو انا اديتك ست اسمها اس، الاس دي فيها ثلاثه اليمنتس، اول اليمنت هو التي، ثاني اليمنت التي سكوير، ثالث اليمنت التي باور 3. وبقول لك هل الاس دي بتسبان البي 3؟ احنا طبعا عارفين ان البي 3 معناها اي بولونوميال الديجري بتاعها اقل من او يساوي 3. يعني اي بولونوميال بالمنظر ده، رقم زائد رقم في تي زائد رقم في تي سكوير زائد رقم في تي باور 3. طيب هو هنا بيقول لك هل الاس بتسبان كل البي 3؟ طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان احنا محتاجين نتشيك اذا كان اي فيكتور في البي 3، يعني اي فيكتور شكله كده، تمام؟ هل هنقدر نكتبه كلينيال كومباينيشن من التي والتي سكوير والتي كيوب اللي هم اللي في الاس ولا لا؟ طيب دي مساله لينيال كومباينيشن، يبقى هعمل ايه؟ همسك اول اليمنت اللي هو التي، هحطه العمود الاولاني. قلنا لما يبقى عندك بولينوميال بتحط الكونستانت، مفيش كونستانت فهو بزيرو، بعد كده بتحط معامل التي اللي هو 1، معامل التي سكوير بزيرو، معامل التي باور 3 بزيرو. طيب تاني اليمنت عندنا اللي هو التي سكوير، هتحطه العمود الثاني، مفيش كونستانت، مفيش تي، معامل تي سكوير بواحد، معامل تي كيوب بزيرو. طيب تالت اليمنت هحطه العمود التالت اللي هو تي باور 3، يبقى مفيش كونستانت، مفيش تي، مفيش تي سكوير، كوفيشنت التي كيوب بكام؟ بواحد. بعد كده هحط الفيكتور اللي انا عايز اكتبه كلينير كومباينيشن فين؟ في الرايت هاند سايد اللي هو الاي نود، ده الكونستانت ومعامل تي اي واحد ومعامل تي سكوير اي 2 ومعامل تي باور 3 اي 3. انت مش محتاج تعمل اي رو اوبريشن، طبعا هنا انت عندك صف كله اصفار، يبقى هنا في ظهر كونديشن على الاي 1. ده معناه يا جماعه ان السيستم ده هيبقى عنده سوليوشن، بس بشرط ان لازم الاي نود يبقى بصفر. لو الاي نود مش بصفر يبقى السيستم ده هيبقى عنده نو سوليوشن، يبقى ده كونديشن او شرط على قيمه الاي نود. يبقى ده معناه ان احنا مش هنقدر نلاقي قيم للسيهات لو الاي نود مش بصفر. طب هل اي بولينوميال في البي 3 لازم الاي نود بتاعتها تبقى بصفر؟ طبعا لا، المفروض ان البولينوميال اللي في البي 3 الاي نود ده ممكن يبقى اي رقم. وبالتالي انت هنا يا جماعه طالما ظهر شرط على قيمه الاي نود، يعني مش اي اي نود هتلاقي السيستم ده ليه حل، يبقى ده معناه ان مش اي بولينوميال في البي 3 عموما هتقدر تكتبها كلينيال كومباينيشن من الثلاثه دول اللي هم التي والتي سكوير والتي بار 3. يبقى ده معناه يا جماعه ان ايه؟ طالما مش اي بولينوميال هتعرف تكتبها ايه؟ بدلاله دول، يبقى الاس مش هتسبان ايه؟ البي 3. يبقى انت ليه ما بتسبانش هنا البي 3؟ عشان ظهر شرط على ايه؟ على الارقام اللي انت فارضها دي، الارقام دي مش هينفع تبقى اي ارقام، لازم الرقم ده يبقى بصفر. وطالما ظهر شرط على القيم اللي انت فارضها يبقى انت مش بتسبان ايه يا جماعه؟ مش هتسبان البي 3. طيب لو احنا جينا اخذنا مثال ثاني او مساله ثانيه، قلت لك الاس دي عباره عن ايه؟ عباره عن اتنين ماتريسيز كل واحده فيهم 2 في 2. وبقول لك هل الاس دي ينفع تسبان اي ماتريكس 2 في 2؟ طيب برضو هنا هنعمل ايه؟ هنحاول ان احنا نتشيك اذا كان اي ماتريكس 2 في 2 يعني شكلها كده A B C D، هل ينفع تتكتب كلينير كومباينيشن من الاثنين دول ولا لا؟ لو قدرت تكتب اي ماتريكس بالشكل ده كلينير كومباينيشن من الاثنين دول، يبقى انت دول هيسبانوا مين؟ الماتريسيز اللي هي الايه؟ الاثنين في اثنين. طيب فانا هعمل ايه؟ احل مساله اللينير كومباينيشن، احلها ازاي؟ قلت لك اول واحد ده هتحطه العمود الاولاني، هتحط الاثنين ثم الواحد ثم الزيرو ثم الواحد، فده انا حطيته العمود الاولاني. بعد كده هتحط ده العمود الثاني، 3 0 2 1، يبقى ده هو العمود الثاني. بعد كده هتحط الايه؟ الماتريكس الجنرال دي A ثم B ثم C ثم D، هتحطها فين؟ في الرايت هاند سايد. وهنحل السيستم ده عشان نجيب السي 1 والسي 2. طيب بنيجي نقول يا جماعه انت لو بدلت الرو الاول مع الرو الثاني عشان تطلع الواحد ده فوق هيبقى المنظر بتاعنا بالمنظر ده.
هضرب الواحد ده في نيجاتيف 2 واجمع عشان اصفر دي، وهضرب الواحد ده في نيجاتيف 1 واجمع عشان اصفر دي. فهتلاقي المنظر اللي انت وصلت له بالمنظر ده. طيب اقرا المعادلات كده، اخر معادله دي بتقول لك ان سي 2 بتساوي دي ناقص بي، دي سي 2 المفروض، يعني دي ده خطا في الكتابه، المفروض ان سي 2 بتساوي مين يا جماعه؟ بتساوي دي ناقص بي، تمام؟ طيب من المعادله دي 2 سي 2 تمام بتساوي سي، يبقى برضو 2 سي 2 بتساوي سي، يعني سي 2 بتساوي سي على الاثنين. طب المعادله دي بتقول لك سي 2 بتساوي دي ناقص بي، وسي 2 بتساوي سي على الاثنين، يبقى عشان السيستم يبقى له حل لازم الاثنين دول يبقوا قد بعض ولا لا؟ والا هيحصل تعارض والسيستم هيبقى عنده نو سوليوشن. يبقى عشان السيستم يبقى له حل لازم القيمه بتاعت دي ناقص بي تساوي القيمه بتاعت سي على الاثنين، صح ولا لا؟ يبقى انت مش هتقدر تحط اي ارقام للبي والسي والدي، ده لازم الارقام اللي تحطها تحقق الشرط ماشي او المعادله دي، تمام؟ يبقى ده معناه ان مش اي اي وبي وسي ودي، مش اي ماتريكس 2 في 2 هتقدر تكتبها كلينيال كومباينيشن من الاثنين دول، صح ولا لا؟ يبقى ده معناه برضو ان طالما ظهر شرط على الاي والبي والسي والدي اللي انت فرضهم، يبقى ده معناه ان الاس مش هتسبان اي ماتريكس 2 في 2، لان مش اي ماتريكس 2 في 2 هنقدر نكتبها كلينيال كومباينيشن من الاثنين اللي في الاس، تمام كده يا جماعه؟ طيب تعال نبص هنا بقى، احنا عايزين نثبت ان احنا لو عندنا سيت اسمها اس، الاس دي مثلا فيها 2 فيكتورز مثلا، ناخد حاله بسيطه في الاول، يبقى السبان بتاع التو فيكتورز دول ماشي، ده هيمثل سب سبيس اسمه دبليو. يعني انا عايز اثبت ان السبان بتاع اي 2 فيكتورز، فيكتورز دول ممكن يكونوا في اي فيكتور سبيس، تمام؟ عايز اثبت ان السبان بتاعهم لازم هيطلع سب سبيس. طيب يعني ايه شرط الدبليو؟ دي مساله سب سبيس اللي هو بنتشيك الثلاث شروط بتوعنا، بس ايه شرط الدبليو؟ الدبليو جواها اي فيكتور جواها لازم يكون جوه السبان بتاع في 1 وفي 2، يعني اي فيكتور في الدبليو لازم ينفع يتكتب كلينيال كومباينيشن من في 1 وفي 2. يبقى اي فيكتور في الدبليو لازم يبقى شكله كده، كونستانت في 1 زائد كونستانت في 2، يبقى ده شرط الدبليو. طيب تعال نشوف الثلاث شروط بتوع السب سبيس. ايه اول شرط؟ هو الزيرو فيكتور. طيب الزيرو فيكتور مش انا اقدر اكتبه ان هو 0 في 1 زائد 0 في 2، يعني اقدر اكتبه كلينيال كومباينيشن من في 1 وفي 2 كان السي 1 والسي 2 بصفار. يبقى ده معناه ان الزيرو فيكتور جوه السبان بتاع الفي 1 والفي 2 ولا لا؟ يبقى الزيرو فيكتور هيبقى جوه مين؟ هيبقى جوه الدبليو. يبقى اول شرط اتحقق. بعد كده هفرض تو فيكتورز، فيكتور اسمه يو جوه الدبليو، طالما اليو جوه الدبليو يبقى اليو جوه السبان بتاع في 1 وفي 2، يبقى اليو لازم يتكتب كلينيال كومباينيشن من في 1 وفي 2، يعني اليو ده لازم يتكتب كونستانت في 1 زائد كونستانت في 2. طالما الفي جوه الدبليو يبقى الفي هو كمان جوه السبان بتاع في 1 وفي 2، يبقى الفي لازم تقدر تكتبه كلينيال كومباينيشن من في 1 وفي 2، يعني هيساوي كونستانت تاني في 1 زائد كونستانت في 2. طيب يبقى اليو جوه سبان في 1 وفي 2 والفي جوه سبان في 1 وفي 2، عايزين نتشيك بقى على المجموع، اجمع اليو زائد الفي، مش هتديك زي سي 1 زائد سي 1 داش في الفي 1 وسي 2 زائد سي 2 داش في الفي 2؟ يبقى ده معناه ان اليو زائد الفي اقدر اكتبها انها كونستانت في في 1 زائد كونستانت تاني في في 2. يبقى ده معناه ان اليو زائد الفي جوه السبان بتاع الفي 1 والفي 2 ولا لا؟ يبقى اليو زائد الفي هي كمان هتبقى جوه الدبليو. طيب ايه اخر شرط يا جماعه؟ ان انا هفرض ان انا عندي فيكتور يو جوه الدبليو، يعني اليو ده جوه السبان بتاع في 1 وفي 2، يبقى اليو ده نقدر نكتبه كونستانت في 1 زائد كونستانت في 2. طيب عايزين نشوف اليو ده لما هيتضرب في سكيلر كي، يبقى هيبقى اسمه كي سي 1 وكي سي 2. طب ما هو الكي سي 1 ده كانه كونستانت جديد والكي سي 2 ده كانه كونستانت جديد، يبقى كي يو ده اقدر اكتبه انه كونستانت في في 1 زائد كونستانت في في 2، يبقى الكي يو ده هو كمان اقدر اكتبه كلينيال كومباينيشن من في 1 وفي 2، يبقى هو كمان جوه السبان بتاع في 1 وفي 2، يبقى هو كمان جوه الدبليو. طالما انا حققت الثلاث شروط يا جماعه، يبقى الدبليو هيبقى ايه؟ هيبقى سب سبيس. طبعا احنا ثبتنا الكلام ده لو الايه؟ احنا عندنا تو فيكتورز، يبقى السبان بتاعهم هيبقى سب سبيس. طبعا في الحقيقه لو الاس بتاعتنا فيها اي عدد محدود من الفيكتورز، يعني الاس دي فيها اي عدد من الفيكتورز مش لازم يبقى 2، لو الاس دي فيها عدد من الفيكتورز اسمه ار مثلا ماشي،
والفيكتورز دي كلهم في فيكتور، يعني ايه الفيكتورز دي كلها موجوده في فيكتور سبيس اسمه في، يبقى السبان بتاع الاس تمام لازم يكون سب سبيس من الفي. يعني اللي انا عايز اقوله لك ان السبان بتاع اي ايه اي فاينايت سيت اوف اليمنتس تمام لازم هيبقى سب ايه سب سبيس. طيب يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا مثلا قلت لك انا عندي فيكتور سبيس، الفيكتور سبيس ده عباره عن اي ماتريكس 2 في 2، وجيت قلت لك انا عندي الدبليو دي سب سيت شكلها كده، ان لو هنا في ايه لازم هنا برضو يكون في ايه، ولازم الرقم ده يكون صفر والبي ده اي حاجه. طيب دي تعتبر حته من الماتريسيز الاثنين في اثنين، طب هل الحته دي هتمثل سب سبيس؟ اه، من غير ما تتشك الثلاث شروط بتوع الزيرو والاديشن والمالتيبليكيشن، اه هي سب سبيس. ليه؟ لان اي ماتريكس في الدبليو شكلها كده، يعني انا اقدر اكتبها ايه، ولو كتبت المعاملات بتاع الايه هيبقى هنا واحد وهنا زيرو وهنا زيرو وهنا واحد، يعني اقدر اكتبها ايه في الكلام ده زائد بي، واقدر اقول ان معامل البي هنا بزيرو وهنا بواحد وهنا بزيرو وهنا بزيرو، يعني اقدر اكتبها ان هي بي في الكلام ده. يبقى اي ماتريكس جوه الدبليو شكلها كده هقدر اكتبها انها كونستانت في ده زائد كونستانت في ده. يعني احنا نقدر نتخيل ان الدبليو دي يا جماعه كانها هي السبان بتاع الاثنين ماتريسيز دول، صح ولا لا؟ لان اي فيكتور في الدبليو شكله كده، يعني اي فيكتور في الدبليو تقدر تكتبه انه كونستانت في ده زائد كونستانت في ده. يبقى الدبليو هي السبان بتاع دول ولا لا؟ طالما الدبليو هي السبان بتاع شويه حاجات، يبقى من غير ما تعمل تشيك الدبليو دي هتبقى ايه يا جماعه؟ لازم تطلع سب سبيس. يبقى اللي انا عايز اقوله لك، طالما الدبليو هي السبان بتاع شويه حاجات، الحاجات دي موجوده في فيكتور سبيس اللي هو هنا اي ماتريكس 2 في 2، يبقى الدبليو دي لازم هتبقى سب سبيس من الماتريسيز ال 2 في 2. تمام كده؟ يعني لو جيت ايه تتشيك الثلاث شروط بتوع السب سبيس هتلاقيهم متحققين. طيب بعد كده يا جماعه في المحاضره دي برضو عايزين نتكلم عن حاجه ثانيه اسمها اللينيرلي ديبندنت اند اندبندنت فيكتورز. ماشي؟ قد تكون سمعت الكلام ده في الكورس بتاع الجبر في اعدادي، ان احنا لو عندنا مجموعه من الفيكتورز، الفيكتورز دي مثلا بي 1 وبي 2 وبي 3، وكان في علاقه ما بين الفيكتورز دي، يعني مثلا قلت لك بي 3 هو 2 بي 1 ناقص بي 2، يعني ده معناه ايه؟ ده معناه ان احنا نقدر نكتب فيكتور زي بي 3 كلينير كومباينيشن من ايه؟ من التانيين اللي هم بي 1 وبي 2. طالما في علاقه ما بين الفيكتورز، طالما قدرت تكتب واحد كلينير كومباينيشن من الباقي، يبقى بنقول على الفي 1 والبي 2 والبي 3 دول ان هم لينيرلي ديبندنت. تمام؟ يبقى معناها ايه كلمه ان فيكتورز ديبندنت او لينيرلي ديبندنت؟ معناها ان في علاقه ما بين الفيكتورز، معناها اني اقدر اكتب واحد بدلاله الباقيين. تمام؟ طيب لكن لو ما قدرتش يا جماعه تلاقي علاقه ما بين ايه؟ ما بين الفيكتورز، يعني ده معناه ان احنا مش هنقدر نكتب واحد بدلاله الباقيين او كلينير كومباينيشن من الباقيين. يبقى الفيكتورز في الحاله دي هنسميها ايه؟ هنسميها لينيرلي اندبندنت. تمام؟ يعني مستقلين خطيا، يعني ما اقدرش اكتب واحد بدلاله الباقيين. طيب السؤال بقى دلوقتي، لو انا اديتك ثلاثه فيكتورز، واحد اسمه في 1 والثاني اسمه في 2 والثالث اسمه في 3، وقلت لك اتشيك كده هل الثلاثة دول اندبندنت ولا لا؟ هل دول مستقلين خطيا او هل دول لينيرلي اندبندنت ولا لا؟ هنعمل ايه يا جماعة؟ قال لك عشان نحل المسألة بتاع اللينيرلي ديبندنت والاندبندنت، احنا هنفرض ان في علاقة او في ريليشن ما بين الفيكتورز بالمنظر ده. يعني انا هفرض ان في علاقة ما بينهم، العلاقة شكلها كده، ان كونستانت في الاول زائد كونستانت في الثاني زائد كونستانت في الثالث بيساوي صفر. وهحاول اجيب الثوابت دي. طب هجيب الثوابت دي ازاي؟ المساله دي طبعا تشبه المساله بتاعه اللينير كومباينيشن، يعني ممكن احط الفي 1 هو العمود الاولاني والفي 2 هو العمود الثاني والفي 3 هو العمود الثالث. كل الاختلاف هنا ان انت بدل ما كنت بتحط في الطرف اليمين الفيكتور اللي انت عايز تكتبه كلينير كومباينيشن، هتحط ايه يا جماعه؟ هتحط صفار، يعني كانك بتحل هوموجينيس سيستم. تمام؟ يبقى انا كل اللي انا هعمله عشان اعرف اذا كان الثلاثه دول ديبندنت ولا اندبندنت، هفرض ان في ريليشن ما بينهم شكلها كده. طب وبعد ما افرض عايز اجيب السهات، فاحط ده العمود الاول وده العمود الثاني وده العمود الثالث زي ما احنا شايفين، في واحد العمود الاول، في اثنين العمود الثاني، في ثلاثه العمود الثالث، واحط بقى المره دي الاصفار في الطرف اليمين،
وهعمل رو اوبريشن واحل السيستم واجيب السيهات. قال لك والله لو السي 1 والسي 2 والسي 3 كلهم طلعوا بصفار، طالما كلهم طلعوا بصفار يبقى ده معناه ان الريليشن اللي انت كنت فارضها المعادله دي هتختفي، لان طالما سي 1 بصفر يبقى الترم ده يختفي، سي 2 بصفر يبقى الترم ده يختفي، سي 3 بصفر يبقى الترم ده يختفي، يبقى كل الايه الترمات اختفت. وطالما المعادله اختفت يبقى اصبح مفيش ايه، مفيش ريليشن ما بين الثلاثه، وبالتالي يبقى احنا مش هنقدر نكتب اي واحد فيهم كلينير كومباينيشن من الباقيين. تمام، يبقى الثلاثه دول يا جماعه هنقول عليهم ساعتها ان هم لينيرلي اندبندنت. يبقى ده هيحصل امتى؟ لو السيهات كلها طلعت بصفار. طيب لو اي سي مش بصفر يا شباب، لو اي سي مش بصفر يعني السيهات دي تقدر تاخد فاليوز غير الاصفار. تمام، يعني زي ايه؟ زي المنظر ده ماشي، يعني هنا كان السي 1 ب 2 والسي 2 بنيجاتيف 1، ولو وديت ده الناحيه الثانيه هيبقى السي 3 بنيجاتيف 1. يبقى لو السيهات طلعت بارقام زي هنا مش بصفار، يبقى ده معناه ان في ايه؟ ده معناه ان في ريليشن ما بين الفيكتورز. معناه ان انا اقدر اكتب ايه؟ معناه ان طالما في ريليشن يبقى هقدر اكتب واحد بدلاله الباقيين، يبقى ده معناه ان هم ايه؟ ان هم ديبندنت. يبقى انا دلوقتي لو اديتك ثلاثه فيكتورز وقلت لك تشيك هم ديبندنت ولا اندبندنت، انت هتفرض ان في علاقه ما بين الفيكتورز شكلها كده. هتحط الفيكتور الاولاني هو الكولوم الاولاني، الفيكتور الثاني هو الكولوم الثاني، الفيكتور الثالث هو الكولوم الثالث، اللي انت عايز تكتبه او الاصفار هتحطها ايه؟ في الرايت هاند سايد. بعد كده هنعمل ايه؟ هنحل ايه؟ نعمل رو اوبريشن واجيب السيهات. طلعت كلها صفار يبقى الفيكتورز اندبندنت، ما طلعتش بصفار يبقى الفيكتورز دي ديبندنت. طيب تعالى ناخد مساله كده على الكلام ده. لو انا اديتك السيت اس فيها ثلاثه فيكتورز، ادي ده في 1 وادي ده في 2 وادي ده في 3، وبقول لك قول لي كده هل الاس دي لينيرلي اندبندنت سيت ولا لا؟ فانا هعمل ايه؟ هفرض ان في علاقه ما بين الفيكتورز شكلها كده، سي 1 في الاول زائد سي 2 في الثاني زائد سي 3 في الثالث بيساوي زيرو. بعد كده همسك الايه؟ عشان اجيب السيهات امسك الفيكتور الاولاني احط العمود الاولاني، همسك الفيكتور الثاني احط العمود الثاني، همسك الفيكتور الثالث هحطه العمود الثالث، وهحط في الرايت هاند سايد اصفار. وهعمل بقى رو اوبريشن عشان احل السيستم، ده واحد عايز اصفر تحته فهضرب في نيجاتيف 3 واجمع، وهضرب بالمره في نيجاتيف 1 واجمع عشان اصفر ده، فهنوصل للشكل ده. بعد كده ده واحد عايز اصفر تحته فهضرب الصف الثاني في نيجاتيف 2 واجمع الثالث، فهوصل للمنظر ده. طبعا يا جماعه واضح ان انا هنا عندي معادلتين في ثلاث مجاهيل، المعادله الاولانيه سي 1 زائد سي 3 بصفر اللي هي المعادله دي، والمعادله الثانيه سي 2 ناقص 3 سي 3 بصفر اللي هي المعادله دي. دول معادلتين في ثلاث مجاهيل، هتفرض واحد اللي هو سي 3، فانا هفرض مثلا ان سي 3 بالفا، طالما سي 3 بالفا يبقى انا هجيب السي 2 من هنا ان هي 3 الفا، وهجيب السي 1 من هنا ان هو نيجاتيف الفا. يبقى ده معناه يا جماعه ان السيهات دي طلع لها انفينيت سوليوشن، يعني السيهات دي تقدر تاخد قيم غير الاصفار. طالما السيهات تقدر تاخد قيم غير الاصفار يبقى ده معناه ان الفيكتورز دي مالها لينيرلي ديبندنت. تمام، يبقى بنقول هنا السيهات ليها انفينيت سوليوشن، يبقى السيهات تقدر تاخد قيم غير الاصفار، يبقى الفيكتورز دي ديبندنت. وطالما هي ديبندنت يبقى انا ممكن اقول لك هات الريليشن اللي ما بينهم. فهنعوض في المعادله دي، هنشيل السي 1 ونحط مكانها قيمتها اللي هي نيجاتيف الفا، وهنشيل السي 2 ونحط قيمتها اللي هي 3 الفا، ونشيل السي 3 ونحط قيمتها اللي هي الفا. طبعا احنا ممكن نكنسل الالفا، وبالتالي هوصل لريليشن بالشكل ده. يبقى دي ريليشن ما بين الفيكتورز. طبعا لو قال لك اكتب اي واحد كلينير كومباينيشن من الباقيين، ممكن اودي الفي 1 الناحيه الثانيه، يبقى كتبت الفي 1 بدلاله الباقيين، يبقى ده معناه ان الفيكتورز دي ديبندنت. طيب خلي بالنا بقى من حاجه ثانيه، ايه هي؟ احنا عشان نجيب سي 1 وسي 2 وسي 3 عملنا ايه؟ احنا حلينا هوموجينيوس سيستم. ايه هو الهوموجينيوس سيستم؟ حطينا الفيكتور الاولاني هو العمود الاولاني، والثاني العمود الثاني، والثالث العمود الثالث، وحطيت في الرايت هاند سايد اصفار. طيب يبقى لو اعتبرنا ان ده هو ايه؟ الكوفيشنت ماتريكس اللي اسمها الاي، يعني الثلاثه فيكتورز دول لو اعتبرناهم اي، والمجاهيل كانت السيهات لو اعتبرناهم هي الاكس، والطرف اليمين بصفار، يبقى انا كده كاني بحل الهوموجينيوس سيستم اي اكس بيساوي ايه؟ زيرو. واحنا عارفين ان الهوموجينيوس سيستم ده عنده حالتين، يا اما يبقى عنده ايه؟ يونيك سوليوشن، يا اما يبقى عنده انفينيت سوليوشن. واحنا عارفين ان هيبقى عنده يونيك سوليوشن لو الاي دي كان ليها انفرس، يعني الديترمينانت بتاعها مش بصفر. ساعتها هنقدر نقول ان طالما انت عندك اي اكس بيساوي صفر، اقدر اضرب في الاي انفرس في الناحيتين، وساعتها الاكس هيبقى بصفر. اكس بيساوي صفر ده اللي احنا سميناه تريفيال سوليوشن، اللي هو الحل اللي كله صفار.
طيب هي الاكس دي يا جماعه بتمثل مين؟ مش الاكس دي بتمثل السي 1 والسي 2 والسي 3؟ يبقى لو الاكس بصفر معناها ان السي هاب بصفر، ولو السي هاب بصفر ده معناه ان الفيكتورز مالها؟ ده معناه ان الفيكتورز هتبقى اندبندنت. يبقى الفيكتورز هتبقى اندبندنت لو السي هاب بصفر، وده هيحصل لو الاي ليها انفرس، يعني ديترمينانت الاي مش بصفر. يبقى انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن ببساطه امسك الاي، مين هي الاي؟ الاي دي ماتريكس، جبتها ازاي؟ حطيت الفيكتور الاولاني للعمود الاولاني، الفيكتور الثاني للعمود الثاني، الفيكتور الثالث للعمود الثالث. اجيب الديترمينانت بتاع الماتريكس دي، الديترمينانت ما ادانيش صفر، يبقى ده معناه ان الفيكتورز دي هتكون ايه؟ هتكون اندبندنت. لكن لو طلع لي انفينيت سوليوشن، يعني الاي ملهاش انفرس، يبقى الديترمينانت بصفر. في الحاله دي طبعا يبقى الاكس يقدر ياخد فاليوز كتيره غير الاصفار، يبقى ده معناه ان الفيكتورز هتبقى ديبندنت. يبقى الفيكتورز هتبقى ديبندنت امتى؟ لو الديترمينانت بصفر. يبقى احنا ممكن نعتبر يا جماعه ان دي طريقه ثانيه نقدر نتشيك اذا كان بيها الفيكتورز ديبندنت ولا اندبندنت، ان انا اجيب الديترمينانت بتاع ايه؟ الفيكتورز. طلع مش بصفر يبقوا اندبندنت، طلع بصفر يبقوا ديبندنت. تمام؟ يبقى احنا كده عندنا طريقتين عشان نتشيك اذا كان الفيكتورز اندبندنت ولا لا. الطريقه الاولانيه ان انا احط الفيكتور الاولاني هو العمود الاولاني، الفيكتور الثاني العمود الثاني، الفيكتور الثالث العمود الثالث، واحط في الرايت هاند سايد اصفار واحل السيستم واجيب السيهات. السيهات طلعت باصفار يبقى هم اندبندنت، السيهات ما طلعتش باصفار يبقى هم ديبندنت. او الطريقه الثانيه ان انا احط الفيكتور الاولاني العمود الاول والثاني العمود الثاني والثالث العمود الثالث واجيب الديترمينانت بتاعهم. طلع بصفر يبقى هم ديبندنت، ما طلعش بصفر يبقى هم اندبندنت. طبعا يا جماعه واضح ان الطريقه بتاعت الديترمينانت دي اسهل من ان انا اقعد اعمل رو اوبريشن واجيب السيهات. يعني في المساله اللي فاتت مثلا، تمام، لو ده في 1 وده في 2 وده في 3، كل اللي انت كنت هتعمله عشان تعرف دول ديبندنت ولا لا، هتمسك الفيكتور الاولاني تحطه العمود الاولاني، هتمسك الفيكتور الثاني هتحطه العمود الثاني، هتمسك الفيكتور الثالث هتحطه العمود الثالث وتجيب الديترمينانت. الديترمينانت هيبقى 1، تشيل الصف والعمود، ده في ده بنيجاتيف 5 ماينس 0، الرقم اللي بعده صفر، الرقم اللي بعده 1، وتشيل الصف والعمود هيبقى 6 ماينس 1. دي هتطلع نيجاتيف 5 ودي 0 ودي هتطلع 5، يبقى نيجاتيف 5 بلس 5 يبقى الديترمينانت طلع بصفر، يبقى هم ديبندنت. ده طبعا اسرع بكتير من ان احنا ايه يا جماعه نعمل رو اوبريشن عشان نجيب السيهات. خلي بالك، هي صحيح طريقه الديترمينانت دي سريعه وسهله، بس ما نقدرش نستخدمها في حالتين. الحاله الاولانيه لو الثلاثه فيكتورز بتوعنا اللي هم في 1 وفي 2 وفي 3 ما كانوش ايه يا جماعه، ما كانوش بيكونوا سكوير ماتريكس. يعني بص كده مثلا، ده مثال اهو، الفي 1 اهو والفي 2 والفي 3، لو انت حطيتهم جنب بعض هيعملوا لك ماتريكس 4 في 3، يبقى مش هتقدر تجيب لها الديترمينانت، لان احنا ما نقدرش نجيب الديترمينانت غير لايه؟ للسكوير ماتريكس. يبقى لو الفيهات ما بيعملوش سكوير ماتريكس مش هقدر استخدم طريقه الديترمينانت، لازم ايه؟ استخدم طريقه السيهات. طيب افرض ان الفيكتورز بتوعك طلعوا ديبندنت زي المساله اللي فاتت كده، ماشي، انت جبت الديترمينانت وطلع بصفر وطلعوا ديبندنت، وانا جيت قلت لك لو هم ديبندنت هات الريليشن ما بين الفيكتورز. يعني ايه هات الريليشن؟ يعني هات قيم السيهات. يبقى انت في الحاله دي الديترمينانت مش هينفعك، هو الديترمينانت بس هو بيقول لك ان هم ديبندنت ولا لا، تمام، لكن مش هينفعك في ان هو ايه يجيب الريليشن. في الحاله دي برضو انت مضطر تعمل رو اوبريشن عشان تجيب قيم السيهات. يبقى لو احنا يا جماعه عندنا سيت اسمها اس فيها ثلاثه فيكتورز في 1 وفي 2 وفي 3 بالمنظر ده، وقلت لك هل الاس دي لينير دي اندبندنت سيت ولا لا، هتعمل ايه؟ هتقول لي والله هنا لازم استخدم طريقه السيهات، لان الفيكتورز دي اصلا ما بتعملش سكوير ماتريكس، تمام، يبقى مش هقدر اجيب الديترمينانت. يعني انا همسك الفيكتور الاولاني احطه العمود الاولاني، الفيكتور الثاني احطه العمود الثاني، الفيكتور الثالث هحطه العمود الثالث، وهحط في الطرف اليمين اصفار وهعمل رو اوبريشن واحل السيستم. يعني هضرب ده او هجمع ده على ده عشان اصفر، يبقى لما اجمع ده على ده هوصل للمنظر ده. بعد كده ده واحد هصفر تحت وهضرب في نيجاتيف واحد واجمع واضرب في نيجاتيف اثنين واجمع، فهوصل للمنظر ده. وبعد كده يا جماعه من المعادله دي هقول نيجاتيف 8 سي 3 بصفر، يبقى السي 3 بصفر. من هنا هقول ان نيجاتيف 2 سي 3 بصفر، يبقى برضه سي 3 بصفر. من هنا هقول ان سي 2 زائد 3 سي 3 بصفر، والسي 3 بصفر، يبقى من هنا هتلاقي السي 2 بصفر. من هنا هقول ان سي 1 زائد سي 2 بصفر، طب ما السي 2 بصفر يبقى السي 1 بصفر.
يبقى ده معناه ان السياق كلها طلعت باصفار. طالما السياق كلها طلعت باصفار يا جماعه يبقى الاس دي تعتبر linearly independent set. بس عشان اقدر احدد هي independent ولا لا ما قدرتش استخدم طريقه الديترمينانت، هنا لازم استخدم يا جماعه، هنا لازم استخدم الطريقه بتاعت مين؟ لازم استخدم الطريقه بتاعت الايه؟ السيهات. طيب تعال بص عندنا هنا برضو، لو انا عندي ست اسمها اس، الاس دي فيها ثلاثة بولينوميالز بالمنظر ده، يعني انا مديك الاليمنتس اللي هم في واحد وفي اثنين وفي ثلاثة المره دي في صوره بولينوميال، مش مديهم لك في صوره فيكتور. وقلت لك قول لي اذا كانت الاس دي لينيرلي اندبندنت ولا لا، فهعمل ايه؟ همسك الفيكتور الاولاني احطه ايه يا جماعه؟ يبقى انا هنا يا جماعه طالما مديك الفيكتورز في صوره بولينوميال وبقول لك هل دول اندبندنت ولا لا، كل اللي انا هعمله ايه؟ همسك الفيكتور الاولاني احطه العمود الاولاني، بس ممكن احط الايه؟ الكوفيشنتس اللي هو احط 1 1 ثم نيجاتيف 2 ده العمود الاولاني، بعد كده احط 2 و5 ونيجاتيف 1 هي العمود الثاني، بعد كده احط 0 1 1 هو العمود الثالث. خلي بالك ان دول المره دي بيعملوا سكوير ماتريكس، وانا بقول لك تشيك هم ديبندنت ولا اندبندنت، بس ما قلتلكش مثلا هات الريليشن لو هم ديبندنت. يبقى في الحاله دي انا كنت اقدر اجيب ايه؟ كنت اقدر اجيب الديترمينانت بتاع الماتريكس دي، طلع مش بصفر يبقى هم اندبندنت، طلع بصفر يبقى هم ديبندنت، تمام؟ لكن لو انا جيت طلبت منك قلت لك لو هم ديبندنت هات الريليشن، يبقى في يفضل في الحاله دي ان احنا نحل بالطريقه دي، هي دي الطريقه اللي هتنفع على طول، اللي هي ان احنا نجيب السيهات. فاحنا هنعمل رو اوبريشن، ده واحد هصفر تحته، هضرب في نيجاتيف واحد واجمع وهضرب في اثنين واجمع، فهوصل للمنظر ده. بعد كده يا جماعه واضح ان الصف ده زي الصف ده، يبقى انا هضرب في نيجاتيف واحد واجمع هوصل للمنظر ده. طالما عندك انفينيت سوليوشن يبقى السيهات دي تقدر تاخد انفينيت فاليوز، يعني تقدر تاخد فاليوز غير الاصفار، يبقى ده معناه ان السيت دي لينيرلي ديبندنت سيت، تمام؟ يعني لو كنت انا جبت الديترمينانت بتاع الماتريكس دي من البدايه كنت هلاقي الديترمينانت بصفر، تمام؟ لكن لو طلبت منك الريليشن بقى كنت لازم تحل كده عشان تجيب السي 1 والسي 2 والسي 3، تمام؟ طيب اخر حاجه ممكن انا اديك السيت اس، اديك الاليمنتس اللي فيها زي ما قلنا قبل كده في صوره ماتريسيز، واقول لك هل الاس دي لينيرلي اندبندنت ولا لا؟ طب عشان اعرف هي لينيرلي اندبندنت ولا لا هعمل ايه؟ هنا بقى مش هقدر اجيب الديترمينانت، ليه؟ لان المفروض ان الفيكتور ده لما احطه العمود الاولاني ماشي هيتفرد، يعني احط 2 1 0 1 يبقى ده العمود الاولاني، واحط 3 0 2 1 هيبقى ده العمود الثاني، واحط صفار في رايت هاند سايد، تمام؟ انا مش هقدر اجيب الديترمينانت الماتريكس دي لان دي ماتريكس 4 في 2 فمش هقدر اجيب لها الديترمينانت. فانا عشان اعرف الاس دي ديبندنت ولا اندبندنت ما قداميش حل غير ان انا اعمل ايه؟ اجيب السيهات. فانت مش محتاج من هنا تعمل اوبريشن، انت عندك من المعادله دي سي 1 بصفر، وعندك من المعادله دي 2 سي 2 بصفر يبقى سي 2 بصفر. وهنا المعادله اللي فوق 2 سي 1 زائد 3 سي 2 بصفر، طب ما سي 1 بصفر وسي 2 بصفر يعني المعادله دي متحققه، وسي 1 زائد سي 3 بصفر، سي 1 زائد سي 2 بصفر، وانت عندك السي 1 والسي 2 بصفار يبقى المعادله دي متحققه. يبقى السيستم ده بيقول لك ان السي 1 والسي 2 هيطلعوا بصفار، وطالما طلعوا بصفار يبقى السيت دي هتعتبر ايه يا جماعه؟ لينيرلي اندبندنت سيت. يبقى بكده يا جماعه نكون في المحاضره دي ماشي عرفنا ازاي نقدر نحل المسائل بتاع اللينير سبان، ماشي؟ نقدر نعرف اذا كان في فيكتور جوه السبان بتاع الاس ولا لا، او نقدر نعرف اذا كانت الاس بتسبان حاجه معينه ولا لا، وقدرنا كمان نعرف يعني ايه فيكتورز يكونوا ديبندنت او اندبندنت، وازاي نقدر نتشيك اذا كان السيت دي لينيرلي اندبندنت ولا لينيرلي ديبندنت سيت، تمام؟ وبكده ان شاء الله يا جماعه تكون انتهت المحاضره بتاعتنا، ونكمل المره الجايه باذن الله.